في سؤالها الرابع تقول: ما توجيهكم لمن له أقارب يعادونه ولا يكلمونه مع أنه لا يريد هذه العداوة التي جاءت بسبب خلاف بين العائلة؟ هل تكون صلاته وصيامه مقبولة؟ على المسلم أن يواصل قرابته وينقطعوه، وأن يحاول الإصلاح والصلح في ما بينهم، فإذا فعل ذلك وحاول برئت ذمته، ويبقى الإثم على الممتنع من قبول الصلح. نعم.